وإنما أنا أريد الإلماء إلى رؤوس الأقلام. ولماذا أن الإسلام لا يقول بالإصلاح الزراعي؟ ولماذا أن الإسلام لا يقول بإشراك العامل مع رب العمل؟ ولماذا الإسلام لا يقول بالاقتصاد الرأسمالي ولا بالاقتصاد الشيوعي ولا بالاقتصاد الاشتراكي؟ لماذا؟ من المنطلق العقلي أتكلم، مو من المنطلق الفقهي والروائي والآيي. يعني آيات القرآن لا، ما جانا نتكلم عن هذا المنطلق. لذا الإسلام لم يعترف بهذه الأمور الخمسة، لا الاقتصاد الرأسمالي ولا الاقتصاد الشيوعي ولا الاقتصاد الاشتراكي ولا الإصلاح الزراعي ولا تشريك العمال مع رب العمل وصاحب المعمل. الإسلام لا يعترف بأي من هذا، لأن الإسلام دين عقلاني ويقيس بالعقل، وكل شيء يطابق العقل يقوله الإسلام، لأن الإسلام دين العقلاء. أفلا تعقلون؟ أفلا تفكرون؟ لكن في الحقيقة ابتليت قسم من البلاد الإسلامية بالقوة مو بالمنطق. الإسلام من ألفه إلى يائه بالمنطق. في الحقيقة أكو عالمين، أحد العلماء السنة من علماء السنة وأحد العلماء من علماء الشيعة. العالم السني اسمه عبد العزيز الدهلوي قبل 100 سنة، والعالم الشيعي اسمه ملا عبد الله أيضا قبل 150 سنة تقريبا. أحدهما في الهند عبد العزيز الدهلوي، والعالم الثاني ملا عبد الله في إيران. ألفا كتابين في زمانهما قبل 150 سنة وقبل 100 سنة. ألفا كتابين واستدلا في كتابيهما، ومن الواضح أن أحدهما لم يرى الآخر خصوصا في الأسفار القديمة والسابقة. وكل واحد منهما ألف في كتابه الأدلة العقلية للأحكام الإسلامية من ألفه إلى يائه. يعني أن في الإسلام كل حكم من صغيرة أو كبيرة عقلي 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 100 مرة عقلي. كل حكم مو بس بالنسبة إلى الاقتصاد أو الإصلاح الزراعي، حتى الحكم الصغير الصغير.